كل عام وانتم حيين بخير والساده المشاهدين زادا. نبداو برمضان ولا. فمش ما احسن واحلى من رمضان. احنا حضرنا يعني ثلاثه برامج وطنيه كبرى، خاطر اكيد اذا كان باش نحكيو على شهر رمضان صعب الاساس باش نحكيو على شهر فضيل. هذاك علاش حتى في السلوغان تاعنا خدمنا على الشباب الخير في شهر الفضيل، واللي هو ان شاء الله اللي باش يكونوا بارتناريا مع يعني المجتمع المدني، وباش تكون فما مسابقات اللي نستغلوها حتى على مستوى راديو ويب اللي عندنا، واللي هكاك باش يكون الشباب اقرب للمؤسسات الشبابيه في اطار يعني العمل التطوعي. وفي كل ولايه يعني كل عمل تطوعي باش نقوموا صعب بتسويقه، وهكاك حتى في اطار تبادل التجارب بين الشباب، خاصه انه هذا متعلق ببرنامج يعني والقرارات اللي اعلنهم السيد رئيس الحكومه، يعني مخرجات المؤتمر الوطني للشباب واللي سبق وعلن على الوكاله الوطنيه للعمل التطوعي. واحنا يعني بدينا بالعمل الساعه هذايا مع الشباب ومع المجتمع المدني، باش حتى بعديك يعني على المستوى الاطار الترتيبي والتشريعي تكون حاجه اقرب للواقع. كيف كيف السنه باش تكون عندنا كاس الحومه، يعني كنا نذكروا كاس الحومه، كاس احنا سميناه كاس الحومه. يعني هذه معناتها كاس افكتيمو كيف ما نشوفوا يعني الكان، كيف ما نشوفوا كوب دي موند، علاش لا كاس الحومه اللي كنا نذكروا قبل في الحوم تاعنا في لي تيران دو كارتيي اللي فوالا تلقى اللحوم. احنا عندنا توا 1500 فريق باش يشاركوا معنا، 1500 حومه. ولهذايا خاصه نحبوا نقربوا اكثر يعني للشباب، وحتى الرياضه راهي تهم حتى الاطفال تاع المناطق الحدوديه، المناطق يعني الشعبيه، المناطق الريفيه. معناتها اللحوم في تونس الكل اكيد اللحوم في ال 24 ولايه، لكن بالاساس في المناطق الشعبيه وفي المناطق الحدوديه والريفيه. كيف كيف عندنا برنامج اخر واللي اللي هو شهدائنا في الذاكره، فان شاء الله اليوم الشباب باش يكون هو سفير يعني الوطن. كي نقولوا سفير الوطن يعني باش تكون عندنا مع وزاره الشؤون الدينيه، وهذا لاول مره يعني في وزاره شؤون الشباب والرياضه اللي هي برنامج عمل مشترك، لانه اليوم يعني حتى بالتنسيق مع السيد وزير الشؤون الدينيه اللي ان شاء الله باش يكونوا هما ضيافنا في المؤسسات نتاعنا، وهما اللي يستمعوا للشباب وشنو يستنى الشباب من الخطاب الديني، واليوم شنو القضايا نتاع الشباب اللي يحب حتى في الخطبه نتاع الجمعه يسمعهم، ويحب حتى يعني في الدروس يعني الدينيه يسمعهم. الامام ولا الشيخ هو اللي يوجه الحوار، الشاب هو اللي يوجه أكيد الحوار، اكيد الشاب هو اللي هو يطرح السؤال، هو اللي يسال شنو يحب يعرف. وهذا اللي اول مره لانه احنا نشوفوا اليوم كي نشوفوا تطلعات الشباب، الشباب ديما يقول لك اسمعني وافهمني شنو نحب واكب عصري. فاكيد اليوم في الشهر الفضيل هذايا كي نحكيو على شهدائنا في الذاكره، نحكيو على تكريم عائلات الشهداء، نحكيو على خطاب زاد بديل. اليوم كي نحكي خطاب بديل راهو يعني لمكافحه الارهاب، لمكافحه العنف زاد. احنا نشوفوا اليوم العنف ولا في الملاعب، العنف نشوفوا فيه حتى في الحياه اليوميه. فهذا ضروري جدا اللي اليوم نشوفوا يعني القيم الدينيه نتاعنا، واللي هي اكيد اللي تكون هي القدوه نتاعنا. معناتها يمكن الشباب لازم حاجه اللي تاثروا، اللي تتوجهوا، توريه ثنيه صحيحه باش ما يمشيش ثنيه اخرى. اكيد. وهذايا ماهوش ساهل، لانه الخدمه هوني صعيبه، معناتها تظهر حكايه مش مفيده في نشاط كهو، لكن الطريقه هي اللي هوني تفرق. اكيد. كيفاش باش توصل له المعلومه وتجلب انتباهه؟ احنا ساعه خدمنا باللي ستاتيستيك ومهم جدا. احنا تويكا عندنا 480 مؤسسه شبابيه اللي باش تخدم في شهر رمضان. واللي 38 منها جديده، مع 197 نادي ريفي. بالنسبه للشباب هما عملناو شاركوا تقريبا 22000 شاب السنه، احنا حاطين يعني كوم اوبجيكتيف 30000 شاب. البرامج يعني ولا الانشطه باش تكون اكثر من 25000 نشاط. فوقت اللي نحطوا دي اوبجيكتيف راهو اكيد اللي تبدا فما خريطه عمل نخدموا بها، والاهداف هذوما نجموا نوصلوا لهم. خاطر اليوم كيفاش توصل افكتيمون للشباب اللي هو ينجم يكون يعني مش هو باش يجيك المؤسسات نتاعك، لكن انت اللي لازمك تمشي له. هذا هو.